اهلا بكم متابعينا في كل مكان، طبعا مساءكم بالخير والمسرات. تحيه طيبه مني انا بندر الشهري، رحب بكل من يتابعنا خلف شاشه السعوديه الرياضيه. نقدم لكم حلقه جديده وخاصه من برنامج الملعب من اعداد زميلي معاذ الحميدي ومخرجنا سلطان الفريدي وبقيه الزملاء في الكنترول. حلقه خاصه نخصصها للديربي الكرة السعودية غدا إن شاء الله بين الهلال والنصر في الجولة 25، بالإضافة إلى مجموعة من الموضوعات والتقارير ومساحة إن شاء الله لأيضا بعض الأخبار المستجدة في الوسط الرياضي. البداية مع أبرز العناوين. الهلال والنصر، تأكيد صدارة أو تعطيل، وهدوء في المعسكرين وترقب لزحف جماهيري. الأهلي يستضيف التعاون وعينه على ملعب الدرة. الهذلول والجنوبي يقلبون ذكريات الديربي عبر برنامج الملعب. جمهور الفريقين النصراويين الصملة يا رجال والهلاليين هيا تعال. نخصص هذه الحلقة كاملة للحديث عن ديربي غدا إن شاء الله بين الهلال والنصر. أرحب بضيفي برنامج الملعب الأستاذ طارق بن طالب الإعلامي الرياضي المعروف، حياك الله أبو فارس. مساك الله بالخير أنت والأخوة المشاهدين والمشاهدات، وأنا سعيد أني أكون معك في البرنامج من سنتين أو ثلاثة. الله يحييك أبو فارس، والله زمان عنك وحشتنا. ما الله يحييك أبو، وأنا سعيد أني أتواجد مع الزميل نبيل العبودي. ايضا ارحب بالاستاذ نبيل العبودي الاعلامي الرياضي، حياك الله نبيل. حياكم الله، مسي عليك وعلى الاخوه المشاهدين، وايضا انا ابدي سعادتي بتواجدي معكم، خاصه انها حلقه خاصه عن ديربي كبير، يعني اكيد حيكون هو اهتمام الشارع الرياضي. وايضا احيي ابو فارس معي اللي الحقيقه من زمان ما اجتمعنا وياه في حلقه واحده. الله يحييك نبيل وسعداء بتواجدك معنا. كيف الاجواء قبل الديربي؟ والله يا اخي انا اعتقد انه الغريبه يعني انه يمكن الديربي هذا يعني يمكن قد يكون اثارته خارج الملعب اكثر يعني من قبل الجمهور من خلال التحديات اللي واضحه، لكن انا ما ادري يعني اشعر فيه يعني نوع من البرود اللي يسبق عاده الديربيات يعني من ناحيه الناديين، ما احس ان فيه شغل كبير في الناديين من هذا الديربي فنيا، يعني يمكن لانه قد يكون ان الهلال بعيد عن منافس نوعا ما، وقد يكون النصر انه يعني لا يزال لديه، حتى لو يعني يعتقد خسر او تعادل مباراه الغد يمكن يكون لديه فرصه اخرى في المباراه الاخيره امام الشباب، خاصه انه الاهلي المنافس التقليدي لديه ايضا ديربي كبير مع الاتحاد، وتعرف ان الاتحاد ليس حتى وان يعني كسب الهلال او تعادل النصر او فاز النصر غدا يعني الاتحاد لن يترك الاهلي يعني ايضا يسير صحيح بالنتيجة. نعم أبو فارس، هل بالفعل هدوء في المعسكرين؟ خلنا من اللي خارج الفريقين، نتكلم عن الفريقين. هو المعسكرين بالتأكيد يعني هناك هدوء كبير من الجانبين، يعني رغم غياب الفارق في الطموح في المباراة بين الفريقين، ما نشهده أنه خارج الملعب أكثر بكثير من داخل الملعب. داخل الملعب اعتقد اننا في عصر الاحتراف، كل فريق يعرف مصادر القوى في الفريق الاخر ونقاط الضعف في الفريق الاخر، والامور مكشوفه مو زي اول، يعني احنا اختلف الوضع الان عن زمان. الان يعني في عصر الاحتراف اختلف، يعني ايام الشد والشد يعني الكبير والتصريحات الاعلاميه انتهى، يعني انا انتهى زمنها ولا زمنها. الان الوضع مختلف بين اللاعبين، تتكلم اتكلم بين اللاعبين، لاعبين طبعا اللاعبين جميع اللاعبين محترفين
والمحترف طبعا يلعب النادي ويلعب لنفسه. صحيح نعم. لانه يلعب القيمه الماديه. وفي بعض الاحيان يلعب لنفسه اكثر من النادي. اي نعم. فالزمان اول كان الشعار واللعب للشعار والتحفيز والتاثير على النفسيات الفريق الاخر. هذا كان زمان اول ايام ما كانت الصحف تطبع الاولى وتطلع الساعه 10 الصباح والناس تستناها، وايام الانديه كانت عسكر في مقراتها. الان اختلف الوضع، تعسكر في فنادق 5 نجوم. هناك يعني عمل فني، تركيز على العمل الفني اكثر من العمل النفسي. عاد انت من اشد المتالمين على اعتبار انك يعني عاصرت فتره ايام التنافس القوي اللي كان بين النصر والهلال. يعني الان يمكن اختلف بالنسبه لك، يعني خليني اقول لك انت راح تشعر الان بفرق كبير. اي طبعا، يعني احنا عشنا المرحلتين الحمد لله. عشنا مرحلة الهواية وأيام ما كان الجماهير تحتشد في الشال الأصفر، الآن الجماهير تحتشد في تويتر. أيام كنا نشتري التذاكر من بدري، الآن صار هناك تحفيز للجماهير ودفع للجماهير وعساهم يحضرون للحضور، وكل الجماهير تتعذر واحضر وفي النهاية ما يطلع. يعني لك أن تتصور مباريات الديربي بين النصر والهلال، عادة كان الملعب يمتلئ عن بكرة أبي، الآن 40,000 في استاد يشيل 70,000. تستغربها. الديربي الأخير صحيح يعني صحيح. كان عدد الحضور لا يوازي الزخم الإعلامي الكبير. ترى البشر طبيعتهم يحبون التجديد. يمكن الملعب، موضوع الملعب وخليني أقول لك، أنا أتكلم عن الرياض. يعني أنا يمكن أستشهد برأي لسعود الصرامي يقول أن جمهور الرياض كسول، ما هو مثل جمهور الغربية. جمهور الغربية لما جاهم الملعب الجديد كيف تجدد عندهم النشاط والحيوية والحماس. يعني هل تتصور أن مباراة مثل الاتحاد وهجر يحضرها أكثر من 60,000 متفرج؟ مع كل احترام التقدير يعني لهجر، لكن أنت قاعد تتكلم عن 60,000 متفرج كأنها ديربي نهائي. زي ما قلت أنت، سنتين أندية جدة ما شافت فرقها تلعب في جدة عشان ظروف عبدالله الفيصل، وكانت تلعب كلها في الشرائع. فكان التشوق لرؤية الفريق، التشوق أيضا لرؤية الملعب الجديد. صحيح. هناك منافسة، يعني كل فريق يحاول أنه يثبت أنه هو الأكثر جماهيرية. يعني نادي الاتحاد ونادي الأهلي، الآن الاتحاد يتصدر في عدد الجماهير اللي حضرت مباريات أكثر من 500,000، رغم بعدهم عن المنافسة. صحيح. لكن احنا في الرياض نقول، يعني في الرياض مع أن ملعب الملك فهد أقرب لسكان الرياض من ملعب جدة، ولكن يعني أنا أشوف ما في عناصر جذب في المباريات أنك تروح. يعني أنا أعطيك مثال، رحت قبل 3 مباريات، رحت قررت أحضر مباراة في ملعب الملك فهد في الدرجة الثانية في الواجهة. فأنا صراحة يعني ما كان في ضغط جماهيري، لكن أنا اضطريت أني يعني أقتطع من وقتي 6 ساعات لمشاهدة مباراة كرة القدم. وكثيرة تعتبر. كثيرة. نعم. واحد في عمري يعني شويه مرهقه له. فقلت يعني انك تقعد قدام التلفزيون امامك الشاهي القهوه والخدمات شغاله والمكيف براد، ها، وتشوف المباراه باكثر من كاميرا، وش اللي حاد يروح، وتشوف الاعاده التلفزيونيه للمباراه من للهدف او الهجمه الضايعه، بينما هناك انت يعني اذا تبي مويه تضرب مشوار 1,000 خطوه عشان تشرب مويه. نعم. نبيل تفضل، ايش كنت بتقول؟ لا، في ايضا يعني يمكن كلام ابو فارس صحيح، لكن انه في نقطه ايضا اضافيه. يعني احنا الان يعني انا استغرب مباراه مثل ديربي مثلا، قد نكون يعني مثلا ظروف مباريات الاسيويه كانت، ولكن يعني المفروض في مثل هذه المباريات تقام في ويكند. يعني بالضبط، يعني انت تعرف الان 80 الى 90% من اللي يحضرون المباريات زي ما قال ابو فارس انهم من الطلبه. فهذه ايضا نقطه يعني يجب ان تراعيها لجنه المسابقات. اضف الى ذلك انه السنه هذه والعام الماضي تفوق ترى الجمهور الاتحادي والاهلاوي، يمكن لسبب انه التحفه الرياضيه اللي اهداها خادم الحرمين رحمه الله الملك عبد الله للرياضيين، يعني اعطت نوع من يعني ملعب جديد واستاد كبير. كان الاتحاد والاهلي بحاجه، جماهير الاتحاد والاهلي مثل هذا الملعب، يعني بخلاف اللي يعني النصر والهلال قد يكون مثلا تعود على استاد الملك فهد من يمكن 20 سنه او اكثر. صحيح. فالجمهور، اضف الى ذلك انه
زي ما قال أبو فارس قبل شوي إنه الآن يعني حتى ما في يعني أشياء ترغبك في الحضور. يعني أنا ممكن أحضر 6 ساعات 5 ساعات في الملعب معي مثلاً أطفال صغار يعني يحتاجون أحياناً يعني إلى أشياء ترفيهية إلى أن تبدأ المباراة. مشكلة إني أنا أجي من الساعة 4 إلى الساعة 8 جالس في كرسي أنتظر بس لا في عروض تقدم إلا في بعض المباريات، يعني زي مثلاً مباراة بكرة قد يكون في الراعي الرسمي للفريقين هو اللي بيقدم عروض ومحضر بعض اللاعبين القدامى الفرق الفريق الهلال وفريق النصر بيقدمون عروض بين الشوطين، يعني ما هي عروض يعني ترفيهية بقدر ما هي قد يكون هناك في برامج أو كذا، يعني الوضع ما يحمس أبدا الحقيقة. يعني ما تلوم الجماهير مثلا أبدا ما يلام الجمهور، لكن باستثناء مباراة الهلال والنصر غدا أكيد بيكون في حضور جماهيري لكونه ديربي، ولكن أنت أعطني أشياء يعني أنت معليش يعني لا نروح بعيد، نروح مثلا أندية أوروبا نروح الأندية يا اخي الدول الخليجيه، يا اخي شوف الان الملاعب القطريه والملاعب الاماراتيه فيها كافتريات فيها مقاهي تجلس فيها لحد بدايه بس تفتقد الحضور الجماهيري حتى وانت تقول لك انت على الاقل انت ممكن تروح، يعني انا اعطيك مثال، انا حاولت اخذ عيالي 2 محمد وفارس يروحون معي المباراه قال ماشي لانهم لهم تجربه سابقه، انت مو بس انك البعد المسافه انت لو تجي بعد المسافه تجي وتوقف سيارتك وتدخل على طول تلقى كرسيك ما اختلفنا، لكنك تمر زحمه عند التذاكر تفتيش اولي وتفتيش احيانا يكون مهين، يعني عرفت يفتشونك في اماكن حساسه يدورون على ولاعه يدورون على حاجه فانت تقعد بدال ما تدخل المباراه في خلال ربع ساعه داخل من الموقف لهذه تدخل تقعد ساعه الا ربع، وبعدين تلقى الـ 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 الأماكن ما هي مرقبة. يعني أنا أقول الـ 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 يجب أن يكون هناك سلاسة في الدخول للملعب، يعني الـ 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 وبعدين يعني كان بعض المشجعين هذه يافطة ممنوعة هذا لون فريق ثاني ممنوع، يعني كأنك أنت رايح في كورة، إحنا في جو كرة قدم، يعني أنت قاعد تعامل في شباب ما أنت قاعد في رايح لي احتفال رسمي، هذه كرة قدم يا أخي. المويه ما تقدر تدخل، المويه ما تقدر تدخل، يعني طيب. الآن طفل معك أو يعني معلش أنا ممكن أتحمل، يعني كبر يعني مثلا زي ما تقول اللي الشاب كبير ممكن يتحمل يجلس ساعتين 3 ساعات بدون، لكن معي طفل مثلا بجلس من الساعة 4 إلى الساعة 9 إلى 10 بالليل، يعني زي مباراة بكرة بتبدأ الساعة 9 الحضور حيبدأ الحضور من الساعة 5 والله لا تجيب لي لا مثلا عصيرات ممنوعة اي يعني سندوتشات خفيفه للاطفال ممنوع كل شيء ممنوع 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 زي ما قال ابو فارس الان التفتيش اللي بشكله اطلع مثلا عزكم الله باصل درت 100 وارجع اروح ادي الصلاه وارجع تفتيش مره ثانيه تفتيش ما تلقى محلك ما تلقى محلك بعدين ما في يعني لازم يا تحط لك سجاده يا العقال او يجون ثلاثه صراحه يجون 3 4 اشخاص 2 يروحون يصلون و2 يحصلون مكان ما هي معقول يعني طيب ابو فارس الدربيات يعني أول كانت ألذ أحلى أجمل من السنوات الأخيرة بين الهلال والنصر يعني شوف كانت بكل تأكيد كمتعة كانت ممتعة أكثر لتواجد يعني زمان أول كانت في نجوم صف نجوم الشباك تروح الملعب تبغى تشوف النصر وتشوف ماجد عبد الله تبغى تروح تشوف الهلال تشوف يوسف الثنيان عرفت يعني كان في متعة كروية أكثر نعم الآن يمكن باختلاف الظروف يمكن إحنا تطور العمر عندنا خف حماسنا لهذه لكن أنا أشوف في تويتر في بعض الشباب يعني متحمس لدرجة التشنج لدرجة التشنج يعني اللي تفقد السيطرة على نفسك وتصير بدل ما أنت تساند فريقك تصير تشتم الفرق الأخرى طب هذه من اللي يتحمل مسؤوليتها ما يتحمل مسؤوليتها للأسف طبعاً أنا أقول بعض الإعلاميين اللي يحظون بشعبية كبيرة في الوسط الرياضي وبالتالي هم يؤثرون بشكل كبير أو خلينا أقول لك يصدرون هذه الثقافة للجمهور بكل تأكيد يعني صاحب الشعبية الكبيرة والإعلامي المعروف رأيه مؤثر في الجماهير رأيه يكون مؤثر في الجماهير لا شك أن هناك ناس تابعة ويقول لك أن القرينة بالمقارنة يقتدي فإذا كان رجل إعلامي فوق عمره فوق 40 أو فوق 50 ويعني يتبجح بالتعصب مش التعصب لفريقه ولكن التعصب ضد الفرق الأخرى أنا أعتبره محرض للرأي العام أو قائد للجماهير يعني بعض الإعلاميين مع الأسف أقل واحد فيهم عنده أكثر من 100,000 متابع لو ما يتأثر ل 5,000 منهم كلامه انتشر لذلك حتى بعض المغردين يردد
كالببغاء ما يقوله الإعلامي اللي يسمى كبير. الجمهور عاطفي أبو فارس، يعني أنت لا تلومه، لكن أنت تلوم الإعلامي اللي يفترض أنه يكون قدوة، يقدم صورة إيجابية، يؤثر بشكل إيجابي لا يؤثر بشكل سلبي. يعني حنا كيف كنا نتكلم قبل هوا، كنا نقولنا في شرائح سلبية الفترة الأخيرة بصراحة، يعني أحيانا ما خلينا أقول لك تخجل أنك منتمي للوسط الرياضي. أنا قلت لك قبل الهوا أني صراحة أخجل أني أنا أنتمي للإعلام الرياضي، بسبب أن الجميع يعني الأطفال المراهقين ينظر أن كل الإعلاميين مثل طارق بن طالب، ولا كل الإعلاميين مثل نبيل العبودي، ما يفرق بينكم. وطبعا الـ 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 يقولون الشر يعم والخير يخص. صحيح. فالناس كلها أخذ فكرة، يعني لو تسوي استفتاء منطقي عن الإعلام الرياضي، نظرة الجماهير للإعلام الرياضي، راح تلقاه سلبية بكل تأكيد، راح تلقاه بسلبية بكل تأكيد. أنا أيضا مو بس الإعلامي نفسه، لكن الإعلامي اللي يتبع سياسة أن تشتم أكثر، هو الأكثر حظوة بالاستضافة في البرامج الرياضية. فلذلك أكيد أنه بيمارس هذه، لأنه راح يكون صوته عالي وصوته مرتفع، وراح يتنافسون على المحطات الفضائية اللي تبحث عن الإثارة. بس أنا لما أستضيفك أبو فارس أو سين من الناس اللي أنت تحدثت عنهم، أنا أستضيفه لآرائه، لخبرته الرياضية، لممارستها الإعلامية، ما أستضيفه للممارسات الخاطئة اللي هو أنا مالي. بس, بس بس الناس ما تعرف الكلام يا بندر. الناس الصورة النمطية عن طارق بن طالب إن هذا شخص مسيء، بغض النظر عن علمه وفكره ومش عارف ايش، خلص اخذت فكره صوره نمطيه عنك انك انت شخص مسيء. فلما يطلع في القناه الفضائيه يقول لك اوكي انا لاني مسيء راح استضاف اكثر. في ايضا اللي هو تويتر الان ترى فتح مجال، صار مجال خاص بمثل هذه الامور. يعني الان يعني للاسف يعني ابو فارس قال ووفى كل شيء، وفعلا يعني الان للمشكله حتى الاعلامي او اللي محسوب على الاعلام اصبح الان يبحث عن اللي هو المتابعين عن طريق الإساءة. يعني يختلق مشاكل، يختلق مثلا قضايا لا أساس لها من الواقع. والمشكلة أنه الآن يعني دخلت حتى الآن المشكلة، يعني للأسف أقول دخلت الآن لأعراض الناس وفي مواقع الحقيقة، يعني صراحة يندلها الجميع بشكل يعني كبير جدا. يعني الآن لما أجي ولاحق لي نجم على أساس والله عندي مباراة بكرة مع فريق أنا أشجع وأنا يا اخي انت ايش خليت؟ اول شيء الان انت عند العقلاء، انا اتكلم خلي لك مثلا المجموعه الجماهير اللي ممكن مغلوب على امرها، الجماهير مثلا اللي محدوده الفكر والعلم والتعليم، وهذه انه ممكن تنجرف وراء اي شيء. لكن ترى العقلاء يعرفون ان هذا الشخص انه انسان يعني صراحه دخيل على الاعلام، وان نقطه سوداء في الاعلام بشكله. للاسف زي ما قال ابو فارس، للاسف انه تقبل القنوات لهذه الاشخاص مجرد انه والله يسيء لفلان وعلان، هذه مشكله ترى كبرى. انا اقول لك يعني الان اصبح الان يبحث عن متابعين له مجرد بس انه والله اخترق قضايا، والله قالوا هذا مثير ما شاء الله عليه. الان انت ما انت الان ما انت مثير، انت الان قاعد يعني انت الان قاعد تتجرى على الناس، وقاعد الان تتهم ناس في يعني اما في اخلاقهم في ذممهم في قاعده تتجرأ تدخل، يعني دخلت الى الاعراض احيانا والله صحيح. للاسف يعني الان صح زي ما قال ابو فارس، يعني الان اخجل والله يخجل. يعني احيانا لما تجيك دعوه احيانا من قناه من قنوات بجد، يعني انا اتكلم عن نفسي لما تجي قناه والله اراجع نفسي كم مره، ويمكن انت تعرف هذا الشيء، انا اقول لك من اللي معي والله وليست مجامله ابو فارس. انا يوم قال لي معك ابو فارس قلت ابو فارس بنعم الرجل وانا اجيب معاه، لان اعرف انه شخص ابى استفيد منه، ممكن اني يعني نتحاور بشكل ودي. لكن يجيك شخص يعني بغض النظر عن ميول، انا ما اتكلم عن ميول، لكن والله لا يفيد ولا راح يفيد. انا ماني قاعد معه في حلقه صراحه اساس اتجادل معه في اشياء صحيح. جدليه لا المتلقي راح يستفيد، وحتكون صراحه يعني ما احترم شيء الحلقه سلبيه بكلها. انا ارفض اني اظهر في هالامور هذه. المشكله والمصيبه قالها ابو فارس ان هناك من يعزز لمثل هذه النوعيات، يعني خليني أقول لك تحظى بشعبية غير طبيعية، وتلقى ناس حتى يدافعون عنه حتى من زملاء المهنة. يعني تستغرب تقول حنا صح هم خطأ هم خطأ هم صح، يعني أحيانا تشك في نفسك. أي نعم. يعني أنا بصراحة يعني طبعا تويتر وما يحدث في تويتر أكيد يمثل شريحة كبيرة من المجتمع. يعني بعض الأحيان أنا أقول هل إحنا تعلمنا صح؟
هل احنا تعلمنا صح في المدارس؟ هل هذه الاخلاق اللي ربينا عليها في المدارس في البيوت؟ تتكلم تغريده عاديه يعني ما فيها شيء وتلقى على طول يجيك واحد يشتمك ولا يقذفك ولا يعني يقلل من قيمتك او يعني بشكل انا استغرب ان يعني هذا الناتج هو نتاج التعليم عندنا. بس ترى في فائده والله من جد يعني التويتر رغم مساوئ فيه ترى في فائده انك يعني اظهر لك ناس على وجوه حقيقيه يعني انت كنت مخدوع فيهم بصراحه وانا اقولها للاسف انه في ناس لما تشوف من هيبته تطلع معاه في برامج تجلس معاه في مجالس خاصه تجد انه رجل مثلا تعتبره قدوه لكن لما تشوف ما يكتبه ما يسطر الحقيقه من تغريدات والله تقول لي يا حساب على هذا الشخص لا بعضهم طيب يكتب ويشطح كثير وبعدين يقول لك اوكي الحساب مخترق ايه لما يحس انه اخطا هذه كثير هذه إيه لما يحس طيب انه اخطا خطا كبير يقول لك والله الحساب مخترق واسترجعته طيب نبيل خليني اسالك فتره اللي تسبق مباراه الديربي مثل الهلال والنصر احنا تعودنا تظهر بعض الاخبار بعض الاشاعات بعض المشاكل هل هي الفتره الاخيره زادت عن حدها ولا طبيعيه في الاطار الطبيعي يعني انت قبل شوي كانك لمحت القضيه اللي حصلت حارس الهلال خالد شراحيلي وان كيف الناس هو اعترف وطلع بتصريح قال انها مدبره وانها مقصوده هل هذه طبيعيه يعني نتوقعها قبل حدوث قبل مباراه الديربي انا قبل شوي انا ابو فارس تحت الهواء ايش يقول للاسف ان الديربي طلع برا الملعب اكثر من كونه داخل الملعب وبالفعل يعني الان اختلاق مثل هذه المشاكل ومثل هذه الامور يعني انا اقول لك تو قبل شوي اقول لك يعني الان وصلت الى انك الان اصبحت يعني حتى يعني اتهام اشخاص او انك يعني فعلا اشياء تحس انها مدبره فعلا يعني تحس انها واضح انها هذه الفعل مدبره يعني شخص مثلا انا اول شيء كيف بعرف اني انا جاي بصير بيصير بيني وبين شخص مشاده او كذا ومستعد ما شاء الله جايب لي كاميرا وجايب اصور ومجهز يعني مره يعني يعني امور يعني الحقيقه للاسف انها طلعت برا طلعت برا ما كانت يعني ما كانت موجوده الان يجينا الان يعني قبل الاستديو انا قاعد اقرا خبر من صحفي يعني اسمه كبير او اسمه كبير انا ما راح اقول كبير انا اقول اسمه كبير طلع مفتري ان الفيفا مرسل خطاب للنصر انه يجب ان تسددوا 1,800,000 ريال غدا ولا نخصم 6 نقاط منه حقت حسني عبد ربه حقت حسني نعم ليله المباراه يعني والفيفا يعني هذه كني قراتها الا صحيح يعني هذا من النوع من الكذب والافتراءات على العالم يا ناس نبغى ندخل الملعب ونتفرج على مباراه كره قدم احنا ما احنا مباراه بين اعلاميين احنا مباراه بين لاعب 11 لاعب مقابل 11 لاعب 11 لاعب مقابل 11 لاعب خلونا نلعب كوره احنا الان خرجنا برا الملعب يعني انت حتى احيانا انت تشوف المباراه تشاهد المباراه تشوف الشتم والسب وال يعني خلاص صارت عندنا ثقافه انك انت يعني فهمناهم او فهموهم الاعلاميين ان كل ما تشطح اكثر كل ما تشتهر اكثر هذه مشكله انا حطيت اليوم تغريده قلت اذا انت في تويتر اذا تغرد تغريده تفيد خلق الله تلقى 20 ريتويت تغريده تاذي خلق الله تلقى 2000 ريتويت هذه مشكله كبيره هذه مشكله كبيره يعني معناته ثقافة المجتمع أصبحت تميل إلى السلبية الشباب دائما عنصر الشباب احنا قلنا أغلب جماهير كرة القدم شباب واللي أقل من 18 سنة سهل التأثير عليه وطبعا احنا قلنا في ناس يعتبرون قدوة وفي ناس وهذا يطلع بالتلفزيون معناته خلاص هذا شخصية منزهة هذه مشكلة كبيرة والله هذه مشكلة كبيرة يعني خلينا أقول لك بس كنا في المباريات قديما يعني كان هناك تأثير نفسي بس بطريقة مختلفة يعني إخفاء الإصابات ادعاء الإصابات يعني أنا أذكر في مباراة كان أحد اللاعبين ما في شيء بس لفوا رجله بجبس صوروه في الجريدة أنه مو بلاعب أنه مو بلاعب المباراة تمويه وفي نفس يوم المباراة فكوا الجبس ولعب المباراة لا ترى فعلا ترى الساعة الأول كانت ممكن يعني الممكن اللعب قبل المباراة بهم مثل هالطريقة أن النجم مثلا معروف أنه قد يكون له حضور ومتوقع أيه. يكون يقول خلاص مو لاعب بكرة أنه صار له إصابة في التمرين أيه. وفعلا تجي في التمرين تلقاه أول واحد في أول منزل ملعب أقوله لكن الآن طلع الأشياء اللي هي اختلاق المشكلات والاختلاق غير كذا الآن أخوي نبيل الآن يعني لما تجي على لاعب وتدعي أن اللاعب هذا صار حادث عليه وانقلب على طريق الخرج ولا على طريق التمهل انت اذيت اسرته واذيت اهله هذا مشكله يعني احنا الان طلعنا برا الملعب بشكل معيب
شوف الاسبوع قبل اسبوعين اللي حدث لمسكين حسن معاذ لما كان رايح يلعب مباراه برا يعني الرياض ويجي خبر انه صار له حادث وكذا، ايش واقع هذه على اهله بصراحه؟ يعني هذه اقرب يمكن هذه يمكن هي اقرب قصه حدثت يمكن اللي نتكلم عنها الان. نعم. هذه اقرب يمكن دليل اللي حصل قبل اسبوعين. مشكله والله يا اخي اذا صارت الامور تبي تخرج برا الملعب في سبيل والله هذه يا اخي انا ما نبي ذا ولا نبي الديربي ولا نبي ايش. طيب احنا بنخليكم تريحون شوي. طيب اخذنا دردشه كمقدمه عامه للديربي. عندنا تقرير من الاعداد زميلنا فهد الغامدي وعلى المونتاج خالد المالكي يلخص ويتحدث عن مباراة الغد بين الهلال والنصر، نتابع. منذ الثامن من شهر أغسطس لعام 2014 والصراع يستمر، الندية تتواصل ومنابع المتعة لا تنضب في دور جميل. الجولة ما قبل الأخيرة والمنافسة على حالها مثيرة، متصدر ووصيف يتقاسمان ملامح البطل. في العاصمة نزال ضروس وآخر يشتعل في العروس. ديربي الرياض عنوان يتصدر عناوين الجولة 25، الهلال والنصر وجها لوجه في لحظات تاريخية من عمر الدوري السعودي. النصر يأمل بالاستمرار في صدارة الدوري، خاصة وأن الخروج بأي نتيجة سوى الفوز قد يهدد تربع الفريق على القمة في حال فوز مطارده الأهلوي. كتيبة العالم وجهازه الفني يسعون إلى نسيان الوداع المرير للبطولة الآسيوية أمام الإخوي القطري، ويفتقد النصر غدا في الديربي المنتظر خدمات لاعبه المؤثر عمر هوساوي بداعي الإيقاف.